السلام عليكم ورحمة الله، مساء الفل، مساء الجمال، مساء كل حاجة حلوة على مشتركين قناة كتو آدم. في فيديو جديد عن تثبيت الحمام بعد مرور 5 أيام من تثبيت الحمام في قلب الغية من فوق. هنفتح الحمام دلوقتي، هنشوفه. بنفتح للحمام اللي هو العيال الصغيرة كلهم مع بعضهم وبنشوف الدنيا فيها ايه. ده اهو ده في الحمام اللي هم اللي كانوا تحت. اتعودوا بقى على بعضهم، اتعودوا على الدورة واحدة، انت فاهم، لانك انت يعتبر دلوقتي بتصنعهم الدورة في قلب الدورة، لان دول كان دورة حاجة، اللي كانوا تحت دول دورتهم غير اللي فوق. فانت دلوقتي بتعودهم بقى اللي هي ايه على الدورة بتاعت فوق. خلاص انسى بقى بتاعت تحت دي خالص كده، عود بقى على اللي هو ايه غيتك في قلب فوق اهو. لان انا ما كنتش لما كنت عامل الحمام بتاع المشارة ده ما كنتش بفتح دول مع اللي فوق، لا انا كنت بقى دولت معاد ودول معاد تاني. ولا صفارة ولا أي حاجة، نسيبهم كلهم كده متدورة في قلب بعضهم. دلوقتي الشوية الصغيرين اللي يعني أكبر منهم بحاجات بسيطة اللي من فوق في القلب الغير. غير الحمام الكبير، لما الحمام الكبير بقى انت بتطبعه ده في ده دورته بتبقى رخمة على الحمام الصغير ده. الحمام الصغير اللي هو بيبقى عليه مثلا اربعات، عليه تلاتات، عليه اتنينات، طول ما هو في السما او طول ما هو في العالي كده، فرد الحمام كتفه ما بيجرالوش حاجه، يعني كتفه ما بيوجعوش، كتفه ما بيحرقوش. طب امتى كتف فرد الحمام ده يحرقه؟ لما ينزلوا في قلب الخلاطه من تحت او في قلب الدره من تحت. لكن طول ما الحمام متشفع في العالي، طول ما الحمام مستركب العالي كده، كتفه ما يوجعوش. يوجعوا امتى؟ لما ينزلوا الحمام تحت بيفضلوا يحزموا في قلب الغيه من تحت. ده اللي فرد الحمام اللي كتفه بيحرقه، كتفه بيوجعه لما الحمام بيفضل يحزم بيه حوالين الغيه. لكن طول ما هم متشفقين في العالي كده مفيش اي مشكله في الحمام. الناس اللي هي برضو بتقول اللي هو الحمام عندي اتنينات، عندي تلاتات وما بيقدرش يطير، السن ده اكبر خطر اساسا حمام. ما انا بقول لك هو نفس السن بتاعي الحمام، بس هو الفكره انت بتبقى سايبهم ال 24 ساعه، فالحمام ما بيبقاش فيه مجهود، بياخد دورتين وبينزل يحط عشان كتفه وجعه. لكن انت لما بتكون مقيد فرد الحمام او حابس فرد الحمام بيطلع بيركب العالي كده بياخد مجهوده وبينزل. لكن اللي انت سايبهم كل شويه قاعد تفزع فيه، ففرد الحمام مجهوده بيقل، فرد الحمام كتفه بيحرقه لان دورته بتبقى في الوطي. لكن طول ما هو في العالي اهو الحمام بالشكل ده. الدرجة بتاعت الحمام ابتدت اللي هي تتعدل بقى، لان الشوية اللي تحت برضه درجتهم كانت في الواسعة هنا، وبتوعي اللي كانوا فوق الدرجة كانت هنا. فيبتدوا بقى اللي هم بيتطرحوا في قلب الدرة على واسع، فدولت يطبعوا دولت. يعني دلوقتي دولت مثلا هتلاقيهم دولت يتدوروا شوية كده، هتلاقيهم الناحية دي هيجوا شوية هنا اهو
كده، هي الدرة بتتربطها، فالحمام كده هو العيال الصغيرة دول بيطبعوا بعضهم ببعضهم، فأنا ما بسيبش حمام كبير في وسطهم، يعني اللي هو مثلا الكرة بتكون بايتة ولا حاجة، كلهم عيال صغيرة اللي عليهم اتنينات اللي عليهم تلاتات اللي مقفل الصمايم، فالحمام ده كله في قلب بعض كده. ده المفروض افتح له بقى من صباحة ربنا كده، ده ما سبته خلاص فوق، ما بقوش ينزل ولا اي حاجه، يتفتح الصبح يفضلوا مرنخين على الضهر ويطلعوا وينزلوا. بس هي الفكره عشان اليومين دول الجو شمس، فمش عايز اللي هو اقرص على الحمام ده، لان الجو مش مستحمل اساسا، فرد الحمام يتعب ولا اي حاجه. فحتى لو اخد نهار كده في الطراوه شويه بفتح لهم كده، لان الحمام متعود اصلا، مع حتى اول ما بفتح البيبان الحمام بيقوم على طول. لكن لو انت مثلا الحمام بتاعك بيطلع يقف على الضهر ما تفزعوش، بتسيبه خالص كده بحيث اللي هو يطمن للمكان. هو شويه كده برضه خلص الريش بتاعهم، وزي ما انا بقول لكم معاملتهم معامله حمام جديد، معاملتهم معامله زغاليل، فهم بيتدوروا بس كده. لكن انا ولا بعرس عليهم ولا بسخن لهم ولا بشاور لهم ولا اي حاجه، سايبهم كلهم في قلب بعضهم كده. بقى الحمام لما بينزل في الوقت كده هتلاقي الحمام بيفلس منهم، لان انا بقول لك اللي بيبقى عليهم ريش كتفهم بيخدل، كتفهم بيوجعه، لكن طول ما هم في العالي عادي بيبقوا طايرين عادي، مفيش اي مشكله. بص ده ده ايه، كان رايح على السور هناك قال لك ما بيبداش اهو، اخواته كلهم حطوا فوق، هيروح هو هناك يعمل ايه؟ تحت على كام واحدة من فوق خلاص مفيش بقى، انت برضه طبعتهم بقلب بعضهم، اللي هم خلاص تعودوا على بعض، مفيش حاجة بتجر بقى، مفيش حاجة بتضرب بعضها، مفيش فرد حام غريب على الغية، لا انت خليت دولت في قلب دولت خلاص، مكان واحد في غية واحدة، فالحام كله اهو قاعد على الدار، اللي بيزوف اللي بيجر كده اهو عادي، لكن مفيش فرد حام بيفضل يرخم على التاني. ويفكرش دلوقتي خلاص بقى انت فاهم، نزلوا ينزلوا تحت والقصة دي، هما بيطلعوا كده اهو يتدوروا وبيجي يحطوا على الغاية بتاعتهم، ممكن يروح يقدر ان هو على السور ده يحدقوا برضه مفيش مشكلة، ممكن على البيت اللي هما كانوا متربين عليه اللي هما يروح يحدقوا، لكن ما بيروحوش يحطوا من اللي هو من السما على السور على طول، لا خلاص سبته في قلب الغاية من فوق، سبته في مكانهم، فكده كده انا بسيبهم براحتهم اهو، جو الجو الهوا حلو. فبالنسبة لجو الطراوة ده بفتح الحمام مفيش أي مشكلة، ده كان فيديو مبسط كده، كل حاجة قدام عينيك ولا فصلت ولا أي حاجة، بحيث إن أنت كل حاجة على الطبيعة. فانتظرونا من جديد لجديد، كان معكم كوتو آدم، والسلام عليكم ورحمة الله.